الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من ملعب الاهلي. ملعب الاهلي النهارده طايره. النهارده هنتكلم طبعا في كره القدم، ولكن مبدئيا خلوني ابارك طبعا لفريق رجال الطائره، طائره النادي الاهلي النهارده بيفوز على نادي الزمالك بثلاثيه مقابل ثلاث اشواط مقابل شوط واحد. الاهلي في المركز الاول ب 20 نقطه، ونادي الزمالك في المركز الثاني ب 15 نقطة. الأهلي حتى هذه اللحظة في الكرة الطائرة، بس عشان الناس ملعب الأهلي فبنقول لهم في الكرة الطائرة النهاردة مباراة لسه منتهية حالا الحقيقة، وزي ما قلت لحضراتكم النادي الأهلي فاز في سبع مباريات. المباراة الواحدة ثلاث نقاط، إلا المباراة اللي فاز فيها النادي الأهلي على طلائع الجيش 3-2. في قانون كرة الطائرة في مصر عندما تفوز 3-2 بتخسر نقطة وبتكسب نقطتين، وبالتالي النقطة الوحيدة اللي خسرها النادي الأهلي في سبع مباريات هي نقطة فاز فيها في المباراة، ولكن فاز بنتيجة 3-2، وبالتالي يمتلك النادي الأهلي 20 نقطة من 21 نقطة حتى هذه اللحظة. وبانتهاء الدور الأول كالعادة الحقيقة يصبح النادي الأهلي متصدرا للدوري بفارق 5 نقاط في كرة الطائرة، قبل ما نقولها كده في كرة السلة. ألف مبروك لكل عشاق النادي الأهلي هذا الفوز الجميل وهذا الفوز الثمين على الغريم التقليدي نادي الزمالك، وتصدره وانفراده بصدارة الدوري العام في كرة الطائرة. احنا بنتكلم في كرة الطائرة، ولكن هنقلب بقى نروح كرة القدم. بس الحقيقة عايز الحقيقة أشكر الحقيقة نجم الكبير كابتن خالد العوضي اللي كان قبلي بقى في ملعب الأهلي خلال قبل المباراه الحقيقه، وقعد مع حضراتكم تقريبا 2 أو 3 ساعات. بشكره، وشه كان حلو جدا علينا النهارده كالعاده النجم الكبير الكابتن خالد العوضي، وكان معايا طبعا 2 من النجوم الكبار ايضا في كره الطائره، كابتن نور عطيه وكابتن وائل العادي. الحقيقه بنشكرهم جدا جدا جدا. فانا والكابتن خالد الحقيقه قال لي لا اطلع انت بقى وبارك، وهو قاعد مستني معانا، لكن بنشكره جدا جدا الكابتن خالد العوضي والكابتن نور عطيه والكابتن وائل العادي. يعني وشكو كان حلو علينا جدا، وزي ما حضراتكم شايفين دي نقطة الفوز بمباراة النادي الزمالك في الدوري العام لكرة الطائرة. ما تنسوش احنا بنتكلم على كرة الطائرة. تعال بقى سمير نروح لكرة القدم، وبما اننا هنروح لكرة القدم هنستقبل نجومنا الكبار، لان يا دوبك حلقتنا النهارده هنتكلم فيها عن الـ3 مباريات في الدوري العام المصري اللي اتلعبوا النهارده في الاسبوع الـ25، وايضا هنتكلم عن اهم استعدادات النادي الاهلي لمباراته غدا الهامه جدا كالعاده، وزي ما كلنا متفقين مباراه مهمه جدا امام بتروجيت. ايه اللي هيعمله النادي الاهلي؟ هقول لحضراتكم قائمه النادي الاهلي، ولكن الاول ارحب بضيوفي ونجومي الكبار المتواجدين معانا دائما، النجم الكبير الكابتن ابراهيم عبد الصمد. ازيك كابتننا واسفين على التاخير. لا يا حبيبي، يسعدنا ان احنا موجودين معاكم مع الاخوه، ولكن النهارده مباراه يعني 3 نقاط، انما يعني نهني جهاز الكره الطايره كله ان شاء الله، وان شاء الله كل الالعاب في النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله تحقق المراكز الاولى باذن الله ان شاء الله. ايضا النجم الكبير كابتن ماهر امام. ازيك كابتننا واسفين على التاخير. ربنا يخليك يا حبيبي، والف مبروك طبعا لكره الطايره والنادي الاهلي. استمتعنا بـ4 أشواط. نعم. زي كره القدم كده، فنيات على اعلى مستوى وجهاز فني ولاعبين واستوديو تحليلي، فبنبارك للنادي الاهلي على المركز الاول، ونتمنى ان شاء الله البطوله الاستمراريه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. ايضا النجم الكبير كابتن بلال. ازيك يا كابتن بلال، واسفين على التاخير طبعا. لا لا ولا يهمك، يعني مبروك طبعا النادي الاهلي، وكما هي العاده يعني بالنسبه للنادي الاهلي في كل الالعاب الروح القتاليه العاليه، الامكانيات الكبيره، الفنيات الكبيره. كتير عبتره زمان على فكره، تلعب راس حربه برضه. فطبعا اداء رائع جدا جدا من كل لعيبه النادي الاهلي، والتفوق واضح جدا، فمبروك طبعا للنادي الاهلي. ان شاء الله يعني عقبال بقيت بقى الالعاب باذن الله نخلص ان شاء الله. طيب، عشان يعني وقتنا النهارده قصير جدا، عايز اقول لحضراتكم ان كان في 3 مباريات النهارده في الدوري العام المصري لكره القدم. احنا خلاص كده انهينا كره الطائره، وباركنا لهم وباركنا كمان للاستوديو اللي كان قبلنا كابتن خالد العوضي وكابتن نور عطيه وكابتن وائل العادي، نشكرهم طبعا شكرا جزيلا. لكن النهارده في الدوري العام المصري لكرة القدم كان هناك 3 مباريات في الأسبوع الـ25. أولى المباريات كانت المقصة
والإنتاج الحربي، وانتهت بفوز نادي المقصة على الإنتاج الحربي بثلاثية مقابل هدف وحيد. أما المباراة الثانية كانت المصري والجيش، وانتهت أيضا بفوز النادي المصري بهدف مقابل شيء على الجيش. والمباراة الأخيرة وهي مباراة كانت بستة نقاط للي حيفوز فيها، وبالفعل فاز دجلة على إنبي 2-1 ويعقد موقف إنبي بشكل كبير. وطبعا لسه مباريات كثيرة جدا، وهنتكلم عن ماذا حدث في هذه المباراة وفي كل المباريات اللي هنتكلم عنها النهاردة. وبعد كده طبعا هنتكلم عن أهم استعدادات النادي الأهلي لمباراته الهامة جدا غدا إن شاء الله. كابتن إبراهيم، هبدأ بحضرتك بمباراة المقصة والإنتاج الحربي وفوز نادي مصر المقصة على الإنتاج الحربي بثلاثية مقابل هدف. يعني مباراة كانت حلوة وكل حاجة، ولكن وفيها أهداف، فيها أربع أهداف، ولكن في نفس الوقت ماذا يحدث في الإنتاج الحربي؟ لا، هو الأول نتكلم عن المقصة. الحقيقة الدوافع عنده كانت أكبر بكتير من الإنتاج. إحنا متعودين من الإنتاج إنه يقدم الحقيقة كرة جميلة وكرة حديثة، وبيمتعنا دايما بأدائه وتشكيلاته. الكابتن مختار الحقيقة من الناس اللي بيعرف يحط التشكيل المناسب لكل مباراة. النهارده بالذات الانتاج ما كانش في حاله. يعني كان في يوم غير يومه خالص. المقصه كان يعني مسيطر على كل المباراه، برغم ان يعني جون انطوي في احسن حالاته النهارده، برغم ان ريك تراوري مش موجود وبيحدث الفارق دايما مع المقصه، انما المقصه الحقيقه بس هو انتقل لبيراميدز. ادى اداء الحقيقه اكثر من رائع، بسيمفونيه رائعه، وثلاث اهداف كلهم ملعوبين. نعم. يعني فيها ذكاء، يعني كل الاهداف اللي احرزها فيها ذكاء، وبرغم ان برضه الانتاج مضيع ضربه جزاء، اللي جاب الجون من ضربه مباشره، من فاول مباشر، ضيع ضربه الجزاء، فكان فرصه ان هم يعودوا للمباراه بضربه الجزاء، كان هيبقى 3-2 لان هم كانوا 3-1، كان فرصه ان هم يعودوا للمباراه، انما لم يوفق في ضربه الجزاء، وبالتالي المقصه جاب الجون الثالث، فبعد خالص بقى عن اللعيبه، ابتدت تهدى ويعني خلاص اقتنعوا بالنتيجه، والمصري يعني المقصه بيبدع في الملعب الحقيقي. طيب برضو خلينا في هذه المباراه كابتن ابراهيم، والهزيمه الثانيه على التوالي لنادي الانتاج الحربي بعد هزيمته الاخيره والغريبه الحقيقه في نفس الوقت، يعني ان بتروجيت يهزم من او ان الانتاج الحربي يهزم من بتروجيت لم يكن احد يتوقع. طبعا عارفين ان بتروجيت بيؤدي بشكل كويس وكل حاجه، ولكن في نفس الوقت الانتاج كان ماشي بخطه ثابته جدا، هزيمه من بتروجيت ثم هزيمه من النهارده من المقصه. هل من الممكن ان تؤثر بشكل سلبي؟ هتاثر كتير، لان المفروض ان النهارده كانت هتجدد امله، يعني هتجدد امله الدخول للمربع الذهبي. نعم. دلوقتي العمليه بعدت خالص عنه، المقصه دخل في المربع الذهبي بالفوز ده، دخل في المربع الذهبي، فبعدت الامور عن الانتاج. وبالتالي سوف تؤثر بشكل كبير جدا في الماتشات اللي جايه. انا حاسس ان اللعيبه الدوافع عندها قلت، يعني في الانتاج اللعيبه بتاعت الانتاج الدوافع للفوز بقت قليله جدا. نعم. بعكس المقصه، وكان باين الفرق في الاداء وفي السرعه وفي القوه وفي الالتحامات، كلها كانت لصالح المقصه. كل التغييرات، يعني الحقيقه طلعت يوسف ابتدى لما اطمن للمباراه ابتدى يعمل التغييرات عشان يقفل نص الملعب، انما التغييرات بتاعت المختار ما جابتش اي نتيجه في نهايه المباراه، وبالتالي كان يعني فوز مستحق لفرقه المقصه النهارده. تمام، اذا اصبح رصيد مصر المقصه من النقاط 38 نقطه، وتهنئه كبيره الحقيقه لكابتن طلعت يوسف، على الرغم من كان في كبوه حصل فيها هزيمه لنادي مصر المقصه 3 أو 4 مباريات ورا بعض، ولكن بيعود مره اخرى مصر المقصه باداء رائع الحقيقه امام الانتاج الحربي، ويصعد او يكون في المركز الخامس برصيد 38 نقطه. الحقيقه تهنئه كبيره للكابتن طلعت يوسف. والانتاج الحربي عنده مدرب واحد من اهم المدربين اللي موجودين في الدوري العام المصري، النجم الكبير الكابتن مختار، ولكن هناك شيء خطا في الانتاج الحربي هذه الايام. كيف يجدد بقى الكابتن مختار الدوافع للاعبين زي ما الكابتن ابراهيم قال؟ وعايز اضيف بقى ميدو جابر.
يعني ميدو جابر وهو في النادي الاهلي ما كانش بيلعب بالاريحيه دي. كل ماتش دلوقتي بيجيب هدف احلى من الثاني، يعني يمكن الهدف اللي جابه النهارده من تصويبه مباشره من خارج ال 18 يمكن من احسن اهداف الدوري السنه دي. مزبوط. حاجه تصويبه اكثر من رائعه، بيدافع وبيهاجم وبيشارك في كل الهجمات وبيرجع يدافع، الكلام ده ما كانش بيلعب ماله في النادي الاهلي، يعني الثقه موجوده مع المقصه بطريقه اكثر من ممتازه الحقيقه. دايما انا بقول يا كابتن ماهر، يا كابتن بلال، كابتن ابراهيم، برضو ان دايما مش بتكلم على ميدو، ولكن انا بتكلم مش على ميدو جابر، يعني انا بتكلم بشكل عام ان شخصيه اللاعب بتفرق كتير جدا 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 في لعبه في النادي الاهلي او في الانديه او في الانديه الكبيره. يعني اقصد ان مش اي حد يلعب في الانديه الكبيره، بدليل ان هناك زي ما حضرتك بتقول كده في لعيبه كتيره جدا بتتالق مع انديتها وتيجي نادي الاهلي ما بتبقاش على نفس المستوى الحقيقي. بالظبط اسلام، زي ما قلت كده، يمكن ميدو جابر الفتره اللي فاتت شفناه تعلقه مع ما كانش على ميدو جابر تحديدا، يعني بتكلم يعني بشكل عام، يعني جاي من المقصه كان نجم، هو يمكن احمد الشيخ يعني من ضمن المهاجمين اللي كانوا مؤثرين بشكل كبير جدا الموسم. جون انطوي وجون انطوي، جون انطوي عشان مع يعني ميدو برضه، يعني الثلاثي الخطر بالنسبه للمقصه. ويمكن انضمامهم مع النادي الاهلي في خلال الاعوام السابقه، لكن في لعيبه يمكن اسلام يمكن تحت ضغط جماهيري ومسؤوليه بتزيد عليه، صعب انك انت تلاقيه بالمستوى اللي هو كان موجود عليه في نادي المقصه. يمكن نادي المقصه ما كانش فيه ضغط جماهيري، في حريه في في في, في الحركه، حريه في في الشخصيه، لكن في النادي الاهلي لما بيتنقل للنادي الاهلي بتلاقي صعوبات، انك انت جاي نادي بطولات، مطالب منك انك انت تكسب كل مباراه، مطالب منك انك انت تجيب اهداف، مطالب منك انك انت تبقى احسن لعيب، مطالب منك انت تساعد الفريق على الفوز. فيمكن دي الصعوبات اللي بتقابل النجوم في انتقالاتهم للنادي الاهلي، حتى الاختلاف بالنسبه للاحمال البدنيه، يعني انت في ناديك ممكن يكون الاحمال البدنيه مش بالقوه اللي انت بتقابلها بالنسبه للنادي الاهلي. هنرجع اسلام للمقصه النهارده. نعم. بنحيي طبعا الكابتن طلعت يوسف، بقى له اكتر من ماتشين ثلاثه، تحس يا كابتن ابراهيم كده يا كابتن بلال ان فعلا فرقه المقصه رجعت لعهدها الاولاني، اكتمال النجوم اللي موجوده من خلال التشكيله اللي بيأدي بيها كابتن طلعت، الثبات اللي موجود عليه تشكيله المقصه الفتره اللي فاتت، الثقه في الاداء من خلال اللاعبين مع مدربهم كابتن طلعت يوسف، تحس ان في شكل، في اداء، في خطه، في طريقه لعب بتتنفذ من فريق المقصه. عنده ثبات من خلال احمد عادل عبد المنعم وعصام صبحي واسامه جلال واحمد مودي واحمد محسن، ومع نص الملعب صلاح ريكو اللي بيستمر بشكل كبير جدا في ادائه الدفاعي والهجومي مع المقصه، مع محمد التوني، وبعدين الخطوره بقى الاماميه اللي تمثل قوه ضاربه لنادي المقصه، محمد جابر ميدو وصلاح عاشور وفوافي وجون انطوي. لما اكتمل الخط الامامي يا اسلام بقى مشكله وبعبع للفرق الاخرى. كابتن مختار كان شايل هم نادي المقصه بشكل كبير جدا، هو طبعا بيحترمهم من خلال الدور الاولاني، قدروا ان هم يفوزوا بشكل جيد في الدور الاولاني، بيكرروا التجربه للمره الثانيه في الدور الثاني. نعم. بيفوزوا بثلاث اهداف مقابل هدف، صلاح عاشور وميدو جابر وجون انطوي اللي هو الخط الهجومي اللي احنا بنتكلم عليه وبيمثل خطوره بشكل كبير. يمكن الظروف مع الانتاج الحربي كابتن مختار احنا عارفينه باسلوبه المنظم بادائه، زي ما كابتن ابراهيم قال بيفتقد الروح القتاليه العاليه، مش موجوده عكس المقص، مفيش اهداف. مزبوط. ما تعرفش بقى هل في بعض اللاعبين جالها عروض وبدات تفكر في الرحيل اخر السنه. بالظبط، يعني انا شايف ان عامر من ضمن الناس اللي عنده اكتر من عرض النهارده، يمكن عامر ما كانش في المستوى، وضربه الجزاء اللي ضاعت برضه فرقت الحقيقه اللي اتعودنا عليه برضك. يمكن محمود البدري ضربه الجزاء لو جت كانت ممكن تغير من شكله واداء كابتن مختار، يمكن كان متاثر بشكل كبير جدا من خلال لقائه عن المباراه، وبارك طبعا للمقصه على ادائها، وقال هارد لك، هنشوف ايه اللي بيوصل الانتاج لهذا الشكل ونحاول احنا نصلح المره الجايه. ان محمود البدري هو اللي سجل الهدف الاولاني من ضربه مباشره برضه، استغلال الضربات الثابته، لان هو واضح ان هو بيجيد الحاجه دي في الضربات الثابته. بس انا في نقطه بس عايز اضيفها، اتفضل. خد بالك مصر المقصه
هو في الاصل كان يمتلك افضل من افضل الخطوط الهجوميه في مصر كلها في الدوري. يعني بعد خروج تراوري الامور اتاثرت بشكل كبير جدا. لحد ما يعني كابتن طلعت لقى يعني وجد الضاله المفقوده بتاعته وجدها في ميدو جابر. باولو فافي برده كان مستواه قل فتره برده لان كانت عنده اصابه شديده. جونس بيكلي برده خد بالك بدا كويس قوي حل. وبعد كده برده مستوى قل شويه. لكن انا بكلمك في الثلاثي اللي كان بيعتمد عليهم اصلا كابتن طلعت يوسف هم الثلاثي باولو فافي وجون انتوي وكان تراوري قبل ما يرحل وكانوا مع صلاح حشور كانوا مشكلين برده رباعي قوي جدا رباعي هجومي قوي جدا عندهم سرعات عندهم مهارات فرديه عاليه جدا عندهم قوه ودقه في التصويب بشكل كويس لعيبه بتلعب على الجول بشكل كويس قوي فده كان مميز المقاصه بشكل كبير لما رحل الفوافي يبقى اصبح واحد من العمدان الرئيسيه اللي كانت موجوده في مصر المقاصه اتشالت فبالتالي الاداء الهجومي اتاثر بشكل كبير جدا لما راح ميدو جابر وابتدى يدخل مع التيم بشكل كويس ابتدى يتأقلم مع مصر المقاصة ومش هنتكلم عن الشخصية كتير هنتكلم عن ان هو ده برضو دي فرقته دي امكانياته وهو ده لعيب كان جاي من الفرقة دي وكان متعلق بالفكرة برضو انا بتكلم بشكل عام يعني. اصبح القماشة اتظبطت مع كابتن طلعت يوسف ابتدى يشكل الفرقه زي ما هو عايز ابتدى يلعب بالشكل القديم اللي كان بيلعب بيه الهجمات المرتده السريعه السرعه في الهجمات الدقه القوه المهارات اللي موجوده عند بعض اللعيبه عشان كده رجع مصر المقاصه لوضعه ولحالته الطبيعيه تاني واحد زي جون انتوي لما بيعمل الضغط بشكل كويس قوي بيشتغل بشكل كويس جدا داخل ال18 كل الكرات العرضيه تلاقي على طول جون انتوي موجود في ال18 بالاضافه طبعا للمعلم بتاعهم صلاح عاشور لعيب من اللعيبه يعني التقال قوي في الملعب اللي بيقدر يوزن الملعب بشكل كويس قوي فالنهارده الرباعي مصر المقصه نادرا لما تلاقيهم موجودين في فرقه في الدوري العام يا كابتن ماهر صعب جدا تلاقيهم موجودين في الدوري العام الرباعي اللي موجود عندهم السرعه عندهم المهاره عندهم القوه عندهم اللياقه البدنيه عندهم كمان يعني انهاء الهجمه بشكل كويس قوي الفينش بتاعهم رائع جدا 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 النهارده جون انتوي من هدافين الدوري السنه دي مزبوط. يعني مسجل اهداف كتير بارون فوف من اللعيبه المتميزه جدا في صناعه الاهداف واللي بيعمل كاونتر اتاك بشكل كويس قوي فالنهارده مصر مقصر الحقيقه يعني امكانيات رائعه جدا جدا على النحو الثاني يا كابتن الانتاج الحربي يمكن من الفرق او كابتن مختار دايما في الحته دي من الفرق اللي بتدي سيزون بشكل كويس قوي وبعدين الراوند الثاني المستوى بيحصل دروب ما بيقدرش يواصلوا ودي برضو خد بالك بتبقى مشكلة بالنسبة للفرق اللي ما عندهاش لعيبة كتير يعني اسلام عارف يعني دي مشكلة بالنسبة للفرق ما عندهاش كتير تبتدي الموسم بشكل كويس قوي وده عادة كابتن مختار على طول من ايام ما كان في تروجيت كان يبتدي الدور الاول اول تاني تالت وبعدين الدور الثاني المستوى يبتدي يقل عشان ما فيش الاعداد الكتير عشان ما فيش البدلاء المرحله في الاختيارات في الدور الثاني يعني افادت كل الفرق ما عدا الانتاج الحربي يعني المرحله الانتقاليه اللي بتكلم عليها بلال بالنسبه لاختيارات الدور الثاني صح لانه الدور الثاني تقريبا معظم الفرق النهارده فرق قليله جدا منهم الانتاج يعني انا باكد يعني الجون استفاد من الثلاث لعيبه بتوع النادي الاهلي جدا واداؤه ابتدى يطلع ويرتفع والمكاسب بتيجي على طول وبتبص حتى على التشكيله بتاعت الانتاج الحربي يا كابتن اسلام هتلاقي هي اللي بدا فيها الدور الاولاني خلي بالك برضه محمد رجب فرق باصابته يمكن مع احترامي لرؤوف طبعا بخبرته كان مهاجم وهداف لكن محمد رجب كان بيعمل محمد كان افضل نشيط واخطر واسرع واقوى فالمرحله التكليه يا اسلام يعني باكد كلام بلال فعلا اللعيبه فرقت مع الانتاج الحربي الاختيارات تمام كابتن ابراهيم هبدا برضو مع حضرتك بالمباراه الثانيه مباراه المصري والجيش والحقيقه بسم الله ما شاء الله الكابتن ايهاب جلال منذ وجوده في النادي المصري اول ماتشين يمكن تعادل وكذا وكذا ولكن في النهايه كابتن ايهاب جلال في المركز الرابع وعنده 38 نقطة الحقيقة بيؤدي بشكل رائع جدا مع نادي المصري وفي المقابل أيضا هزيمة لطلائع الجيش اللي يظل في المركز العاشر برصيد 27 نقطة الحقيقة عنده رأس حربة الحقيقة أكثر من رائع بيتحرك في كل مكان قوة وسرعة وتلاحم يمكن السبب المباشر في إحراز الهدف هو أوستن أوموتو الأول عملت الكرة عرضية من محمد جابر كله اشترك مع أوستن أوموتو وسابوا إسلام عيسى لوحده خالص من ناحية الشمال جات له على قريب من السكس رايد عملها ببطن رجله الحقيقة إسلام عيسى الحقيقة من الإضافات المهمة جدا لنادي المصري إيهاب جلال كان الأول بيعتمد على إنه عايز يحضر من تحت زي وادي دجلة كده لقى أن الطريقة ودي ميزة على فكرة في إيهاب جلال
انه بيغير دايما بيغير يعني ما بيتعصبش ويركب دماغه ويقول لك لا الطريقه دي هي اللي هتابعها على طول. لما لقى ان الطريقه ان التحضير من تحت بطريقه كتير وبيبقى فيها اخطاء كتير لا ابتدى يعتمد على التحضير باقل عدد من اللمسات ويبتدي يلعبها على اي جنب من الجناب عشان يستغل قوته ده في الحاجات العرضيه. والحقيقه اداء المصري الحقيقه عنده دوافع زي الدوافع اللي احنا كنا بنقول عليها بالنسبه للمقصه. الدوافع عند لعيبه المصري الحقيقه عاليه جدا، اداء بروح عاليه جدا، المدير الفني له نور الحقيقه 100%. المصري يعني يمكن مع الكابتن حسام حسن كان بيأدي بنفس الروح القتاليه، دلوقتي في روح قتاليه مع اداء. الحقيقه الاداء الفني ارتفع بطريقه غير طبيعيه، وإيهاب جلال ليه دور ان هو يعني قدر يجمع اللعيبه دول وعمل منهم العيله، لان شايف الحب جوه الملعب، يعني اللعيبه كلها بتبان لبعض، ما حدش بيزعل لحد، العصبيه قلت عن الاول، حس ان في حاجه جديده في النادي المصري. نعم. الاداء ارتفع، الاداء سواء الاداء المهاري او الاداء البدني، الاداء البدني بطريقه واقفين على رجليهم، السرعات عاليه جدا، الاحتكاكات كلها لمصلحتهم، اي تلاحم هم اللي بياخدوه، ففي حاجه بتحصل في النادي المصري دلوقتي. تمام. برضو كابتن ايهاب جلال، كابتن ماهر، كابتن ايهاب جلال ماشي بالنادي المصري وثلاث نقاط ثلاث نقاط ثلاث نقاط لغايه لما وصل للمركز الرابع الحقيقه متساويا مع نادي مصر المقصر، ولكل منهما 38 نقطة. ايه اللي حصل يا كابتن ماهر من وجهة نظرك؟ يعني هذا التطور الرهيب الحقيقة، ومنذ ان ترك الكابتن حسام حسن النادي المصري ومر بعثرات كبيرة جدا، حتى الناس كثيرة جدا كانت شايفة ان لا النادي المصري ربنا يستر عليه السلام، لكن وبعد لكن عودة الكابتن ايهاب جلال او رجوع الكابتن ايهاب جلال من ليبيا و توليه المهمه في اداره النادي المصري الفنيه فرقت كتير جدا قوي زي ما قلت يا اسلام. ان بعد مرور حسام حسن وانجازاته مع نادي المصري، كابتن ابراهيم كمان يمكن اضاف حته الروح القتاليه العاليه اللي كانت موجوده عليها الفرقه. حصل دروب طبعا، مع احترامي طبعا كابتن مصطفى يونس، كان مرحله انتقاليه، كان شكل فرقه واصل للانهيار. يعني توليت ايهاب جلال انا شايف ان مهمه فيها انتحاريه شويه، يعني ده ثقه المسؤولين في مجلس اداره نادي المصري ان هم يجيبوا ايهاب في الفتره ديت، ثقه ايهاب ان هو هيقدر من خلال الفتره دي ان يعود بنادي المصري تاني لامجاده، للكره الحلوه اللي يمكن الجمهور المصري بيعشقها وبيحبها. عايز اقول لك ان شخصيه ايهاب جلال هي اللي اضافت مع المرحله الانتقاليه من اللاعبين، قدروا يعملوا اضافه جميله جدا في اداء المصري خلال الفتره اللي فاتت ديت. زي ما كابتن ابراهيم يمكن يتكلم على طريقه اللعب، ايهاب جاب طريقه لعب غير الطريقه اللي احنا اتعودنا عليها قبل كده، اللي هي التنظيم من تحت وعدم الاستعجال وبعدين نص الملعب وبعدين اشوف ثغره ابدا اخش من خلالها. النهارده ايهاب غير، وده دي ميزه شخصيه ايهاب جلال القياديه الفنيه اللي هي بتحط بصمه وبتحط شكل في اداء وطريقه اللعب من خلال فكره ومن خلال اداؤه المتطور. قدر ان هو ينظم من تحت عباره عن لمسه لمستين نص ملعب، ثم الاعتماد على الكرات الطويله للمهاجمين اللي احنا هنتكلم عليهم، اسلام عيسى محطه من ضمن المحطات، يقدر اسلام يقدر يسيطر بشكل كبير جدا ويقدر يعمل مراوغه ويقدر يعمل اختراقات ويعمل خلق مساحه. اسلام خلي بالك كمان، اسلام عيسى بيلعب ناحيه الشمال، لكن محمود وادي مثلا لما بيبقى موجود او لسه هقول لك اسلام راس حربه هايل، محطه جميله. يمكن الماتش اللي فات شفناه ما احرز هدف بضربه راس، هو كمان قوي البنيان ومحطه قويه وبيعرف يسند وبيعرف يتحرك بشكل جيد، وربنا بيديله كمان مهاره ضرب الكره بالراس، بيقدر هم كمان يستغلوها في انهم يلعبوا له الكور المؤثره داخل المنطقه عشان يقدر يحرز منها اهداف. عندك محمد جابر كمان من اللعيبه المؤثره، عندك فريد الشاوي في نص الملعب، يعني تقدر تقول ان ايهاب عمل توليفه من لعيبه النادي المصري واستغل من خلال هذه القماشه انه يقدر يلعب بطريقه كمان تقدر تجيب ثلاث نقاط في ثلاث نقاط لحد ما وصل النهارده للمركز الخامس، وبيعتبر المركز الرابع 24 مباراة فاز يمكن في 9 مباريات وتعادل في 11، ولهم الأهداف 30 وعليه 26 ومن النقاط 38، وبينافس كمان على مربع خلال الفترة اللي جاية. من التسعة اللي فاز فيهم أربعة متوالي مع بالظبط مع إيهاب جلال، فدي حاجة بتحسب للإدارة الفنية بشكل كبير، وده اللي احنا بنقوله إن المدربين المصنفين في الدوري الممتاز منهم إيهاب جلال اللي بيعمل فارق مع الفرقة بشكل كبير. طبعًا.
كابتن بلال، الجيش بقى على الجانب الاخر تعادل مع نادي الزمالك لو تتذكر من حوالي اسبوعين او من ثلاث اسابيع، وبعد كده تعادل ايضا مباراه اخرى وتعادل مباراه ثالثه وبعد كده اتهزم النهارده. كيف ترى اداء الجيش؟ شوف، يمكن الجيش النهارده اتفرجت على المباراه، الجيش النهارده بيلعب على الكاونتر اتاك، هو ده كل اللي بيحاول ان هو يحضر من تحت وبعدين يلعب كرات طويله عشان يعتمد على السرعات الموجوده للاثنين اللي موجوده على طرفي الملعب، سواء اذا كان كريم طارق او تالان داي، هم دول الاثنين اللي بيعتمد عليهم دايما في الهجمات بتاعته. يمكن الشوط الاول في واحده راح بيها تالان داي من ناحيه الشمال ورقص ولعب الكره بسن رجله جت من فوق العرض، يمكن دي هي الهجمه الخطره والشغل كله عايز يتعمل من عن طريق كريم طارق. صعب جدا انك تشتغل مع فرقه زي المصري عندهم اثنين ميد فيلدرز هم ثابتين قدام الاثنين الاستوبرين واربعه باكات، تعمل تشتغل معاهم شغل الكاونتر اتاك صعب جدا. يعني ايهاب جلال النهارده كان عاجبني لانه ثبت الاثنين في نص ملعب، ما كانش مدي مهام هجوميه خالص الاثنين عشان عارف ان في بالظبط عشان عارف ان في الاثنين اللي موجودين على طرفي الملعب وكمان اللعيب اللي بيلعب في القلب كلهم عندهم سرعات، وعارف ان الجيش بيعتمد على الحته دي وقدر يسجل في الزمالك وقدر يخترق اكتر من مره من الحته دي، عشان كده النهارده نجح بالطريقه الجديده اللي الكباتن اتكلموا عليها ان هو يثبت الاثنين ميد فيلدرز. كمان المهام الهجوميه بتاعه الباكين كانت قليله النهارده، يعني لما تشوف النهارده الشغل بتاع المصري هتلاقي اللي بيعمل الشغل كله اسلام عيسى من ناحيه اليمين وجابر من ناحيه اسلام عيسى من ناحيه الشمال وجابر من ناحيه اليمين، واسلام عطيه هو يمكن المايستر اللي بيشتغل في حته القلب دي، لكن السته التانيين هم عندهم حاله من الثبات من القليل جدا لما تلاقي حد يطلع. عشان كده النهارده الجيش ملقاش طريقته، ملقاش الطريقه اللي بيلعب بيها، ملقاش المنفذ اللي يقدر يخترق من خلاله. انا كنت متخيل النهارده او متوقع ان الشوط الثاني يغير الاستراتيجيه الجيش، يلعب كره من يعني يلعب كره جماعيه، يحاول يوصل بهجمات يعني فيها تاكتكس جماعي، ما يلعبش الكرات الطويله، ولكن برضو اشتغل بنفس الطريقه بالظبط، لكن اشتغل بنفس الطريقه عشان كده ما قدرش يوصل حتى كمان لمرمى المصري بشكل كبير، يمكن استثناء بس بعض الاوقات كده اللي حاول ان هو يضغط فيها وده عشان كان مغلوب. انما النهارده المصري كان افضل بكتير، المصري اضاع فرص كتيره النهارده، اسلام عيسى واضح يعني واضح ان هو بيرجع هو زي ما حضرتك قلت ان هو موقف اثنين طبعا موقف اثنين لكن بيلعب بشكل كويس قوي. أيوة. يعني بيلعب من ورا الاثنين الباكين وكمان عشان بيعتمد على المهارات الفرديه، لما يكون عندي اثنين طرفين الملعب يا اسلام عندهم مهاره فرديه اقدر اشتغل وانا مطمن، اقدر اشتغل وانا مرتاح، السرعه والمهاره طالما موجودين اقدر اروح واحد واحد، اقدر استغل السرعه بتاعتي، عملها اسلام عيسى اكتر من مره من ناحيه الشمال، عملها جابر وقدر ان هو يسجل منها يعني يعمل الكروس اللي تسجل منه الهدف. النهارده برضو اوستن اوموتو ده لعيب كويس قوي، لعيب محطه. انا لسه كنت عايز اسالك، محمد صالح، سعيد سنبوري، حسين رجب، اوستن اوموتو، اربع صفقات استقدمها النادي المصري في فتره الانتقالات الشتويه مميزين، على عكس بقى تماما الكلام في الانتاج الحربي بالظبط، مميزين الاربعه مميزين. النهارده لما يكون عندي محمود وادي واوستن اوموتو الاثنين عندهم قوه وسرعه، تقدر ان انت تشتغل وانت مستريح، تقدر ان انت تعمل التكتيك بتاعك وانت مش يعني انت مش 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 متضايق، يعني عندي اثنين يقدروا ينفذوا لي، يقدروا ينهوا الهجمه. اصعب حاجه في كره القدم انت عارف انك ازاي تفنش على الجول، المدير الفني مهمته الرئيسيه ان يوصل الفرقه ازاي توصل للمرمى، لكن مش مهمته ان هو يسجل اهداف اكيد. فالنهارده لما يكون عندي اثنين مميزين في الحته دي اعتقد مكسب كبير للنادي المصري، اوستن اوموتو ومحمد وادي، اسلام عطيه لعيب كويس جدا، سعيد سامبوري برده يعني هو منتخب من الداخليه تقريبا، لعيب كويس، لعيب مجهوده في ملعب كبير جدا، ابتدى كمان النهارده ياخد شكل واداء المصري، اللمسه ولعبه لمسه واحده، ما بيعطلش كتير في الملعب. النهارده تحس لعيبه المصري عايزين يلعبوا بطريقه ايهاب جلال، بس لسه شويه لسه عبر ما ياخدوا الوقت، لسه هياخدوا شويه وقت، لكن المصري النهارده اجاد بشكل كويس قوي، يستحق المكسب المصري. اذا المصري يستحق المكسب، اخر كلمه قالها الكابتن بلال، المصري في المركز الرابع ب 38 نقطه وطلائع الجيش في المركز العاشر ب 27 نقطه. كابتن ابراهيم، ننتقل للمباراه الثالثه، مباراه وادي دجله وانبي، وهزيمه اخرى لانبي وتذيله لجدول الدوري العام في المركز ال 18 ب 21 نقطه. كيف ترى هذه انبي؟ الحقيقه داخل ظروفه صعبه جدا، طالع من ثلاث هزايم الاهلي، ثلاث هزايم كتير قوي، ثلاث جولات مصري والزمالك والاهلي. نعم. اخر فوز حققه في 9 يناير قدام الجيش، فداخل اللعيبه اولا اعصابها بايظه جدا، برغم اللي انا بقوله، انما فرص سهله جدا 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 اتيحت لإنبي في الشوط الاولاني، منها واحده لشدراك دوت، شدراك لوكومبي جايله بالعرض الواحده ومن خطا
ومن خطا كالعاده جايه له بالعرض لوحده خالص، لان امبي كان بيلعب النهارده على اخطاء وادي دجله، ما بيلعبش عشان هو اللي كل الفرق اللي بتلعب وادي دجله بتلعب على اخطاء وادي دجله. الحقيقه برضو كلمه حق، الاداء تحسن جدا والسيطره تحسنت جدا، وبيزهقوا اي فرقه. مين؟ وادي دجله. وادي دجله بيزهقوا اي فرقه تلعب قدامه. الحقيقه اداء اكثر من ممتاز، الجونين جايين بلمسات من ناحيه من شمال امبي بنفس الطريقه، بنفس الطريقه، لمسه 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 بالعرض جون. الجونين الهدفين بنفس الطريقه، وامبي لم ياخد باله من حته انه يقفل الناحيه الشمال بتاعته دي خالص. برغم من كده برضو انا بنبه وادي دجله، الحقيقه انا الاول بحييهم وبحيي اللعيبه على الاداء، وبحيي الحقيقه المدرب بتاعهم انه مصمم على الطريقه، وبحيي مجلس الاداره انه ابقى على المدرب دوت لغايه الاخر وكله ثقه فيه. بيدينا درس في الكوره وممتعه، الناس كلها بقت بتستنى وادي دجله عشان تتفرج عليهم وتستمتع دلوقتي. هي بيعيب عليهم حاجه واحده، بعد ما بيطمنوا للفوز بتبقى الثقه زياده قوي عن اللزوم. لما بيجيبوا جون او اتنين بتبقى الامور عندهم سهله قوي، وبالتالي بيدخل فيهم جون، دخل فيهم جون في الدقيقه الثالثه من الوقت بدل ضايع، ولو في وقت ثاني كانت الامور هتبقى صعبه عليهم. الحقيقه اداء ممتاز من كل اللعيبه، عندهم لعيب دايما هم بيقولوا هو مجهول، لا احمد حسن ده لعيب مش مجهول، احمد حسن ده مشترك في كل الكور الاسيست اللي بيعملها سواء في الهجوم او في الدفاع، حاجه اكثر من رائعه، اداء ممتاز في الدفاع في الهجوم. وانا بحيي مدرب اللياقه البدنيه الحقيقه. حاجه ثانيه، بين السرعات وبين ان رجليهم تقيله في الملعب، كل الكرات المشتركه ليهم، كل التنافس في السرعات ليهم، التحركات من غير كوره فيها الحقيقه وعي تكتيكي غير طبيعي. بتكلم على حاجه ثانيه كمان، الضربات الثابته، لعبوا خمس ضربات ركنيه، كل ضربة ركنية بأداء غير، وبعدين مستنيين، ما اعرفش هي دي غلط ولا مش غلط، مستنيين التعليمات من بره، كل ما بيجي ضربة ركنية بيقول لهم بيرفع لهم ايده نمرة واحد، نمرة اثنين، نمرة ثلاثة، وكل ضربة ركنية بتتلعب بطريقة متغيرة عن الضربة الركنية، وفيها خطورة على فرقة امبي. احمد سعيد لاعب جيد جدا. جدا. حضرتك حاجة أنا شايف ان هو حاجة هو مش انا بقول يعني ما حدش بيجيب ذكره، انما الحقيقه كل حاجه كويسه هو اللي بيبتدي. عاجبك انت حاجة طبعا سعيد. حاجه جميله يعني. وادي دجله انا كنت اتمنى دايما يعني قبل ما بيكسب النهارده انه يفضل في الدوري الممتاز عشان يعني يعلم الناس الكوره ويمتعنا بالكوره الجميله. لا الحقيقه اذا كان هناك من يستحق التحيه فهو مجلس اداره، انه ابقى وصبر طبعا، وانه صبر عليه طول المده دي وكله ثقه فيه. وهو على فكره رئيس النادي دخل لهم قال لهم لو اتغلبتوا كل الماتشات المدرب موجود ومش هنغير الطريق. وبالتالي برضو ده كابتن ماهر ده شيء جيد جدا، انت تبقي على المدرب على زي النهارده مثلا، النهارده امبي منذ قليل بيجدد الثقه في كابتن علي ماهر، وبالتالي ده انا شايف انه ولكن بيني وبينك صعب موضوع تجديد الثقه هنا غير اول ما تسمع تجديد الثقه في اي حته يبقى ربنا يستر قريب يعني. لكن تجديد الثقه طبعا انا يعني بهزر يعني، لكن تجديد الثقه في علي ماهر، وعلى الجانب الاخر برضه زي ما شفنا تجربه وادي دجله بالابقاء على تكيس جونيس المدير الفني اليوناني، وزي ما الكابتن ابراهيم بيقول ان هو واحد من المديرين الفنيين الجيدين وعامل الحقيقه مع وادي دجله بشكل رائع جدا ومصمم على طريقه لعبه، على الرغم من كلنا عارفين اي حد هيضغط على وادي دجله من قدام قدام خالص ويقدر يستخلص منهم الكره ممكن تيجي جون على طول، ولكن هو مصمم على طريقه اللعب، فتحيه ليه الحقيقه على الرغم من ان احنا انتقدناه هنا في ملعب الاهلي كده في صراحة. طريقه كلامه او طريقه او اسلوب كلامه، ولكن انتهى الموضوع في مباراه الاهلي. احنا بنتكلم دلوقتي على شيء فني جوه الملعب، واحنا عايزين نقول من خلال برنامجك سامحنا يعني ان احنا هاجمنا وادي دجله وقلنا اقرب الناس للنزول، واخد بالك يا بلال، في بعض المواقف اللي كانت فيها شيء من الصعوبه يعني. وادي دجله بينظم اخر 30 ثانيه وخسران المباراة، وراجل مصمم ان الكرة تطلع من تحت صح. أيوة. فواضح قوي ان الطريقة ومجلس الإدارة وثقته في الجهاز الفني واللاعبين بصراحة محتاجة ان احنا ندرسها بشكل جيد جدا، وهتفيدنا
بشكل كبير جدا في المستقبل القادم. النهارده هروبهم كمان من لسه كنت هقول لحضرتك وادي دجله في المركز ال 12 وعنده 26 نقطة. فبرضك هروبه كمان ده بيديله ثقه اكتر. الاداء المتميز فنيا وبدنيا كابتن رامي اتكلم على رجل الاحمال اللي مخلي اللعيبه عندها شيء من السرعات شيء من التحمل بيلعبوا لحد دقيقه 90. حتى الجمل التكتيكيه اللي هم بيتعلموها من خلال التدريبات هم اللي بينفذوها في المباراه. فده بيدل على ان فعلا مدير فني واعي، مدير فني محافظ لعيبته بشكل كبير جدا. السرعه والتحرك اللي من غير كوره لمعظم لاعبي وادي دجله ده اللي بيساعدهم على الانتشار السليم. خد بال حضرتك برضه يا كابتن ده، وده على الرغم مثلا من انتقالات يناير او انتقالات الشتويه كانت في اضيق الحدود. بالظبط، يعني ده مثلا برضه يعني الانتاج برضه كان في اضيق الحدود، ولكن تحس ان وادي دجله ما دعمش قوي تصميم مدرب. بالزبط. ولا في حاجه يعني ما دعمش برضك في احتياجاته اللي هو محتاجها، خصوصا انك انت برضك يمكن مشي من عنده محمد محمود صانع العاب كان عامل له ميزه بشكل كبير جدا في نص الملعب. هو يمكن السيد سالم بالظبط، ويمكن هو اسلام بيفتقد الحته بتاعت احراز الهدف الحته الاخيره. يعني محتاج راس حربه محطه بشكل كبير جدا، لكن احمد حسن بيأديها، ويمكن ابراهيم نضاي احمد سعيد بيأديها بشكل بيأديها. ابراهيم نضاي بيأديها بشكل كبير جدا، لكن هم كانوا محتاجين راس حربه. يعني تقدر تقول كل السيناريو اللي بتعمل بشكل منظم محتاج حد كمان يحرز لك هدف عشان يطمنك بشكل جيد. لكن موقف انبي موقف غريب، احنا اول مره نشوف انبي حاجه غريبه جدا بالنسبه لنا. سنوات كثيره جدا يعني اخر فرقه في الجدول 21 نقطه 21 نقطه وحتى اداء انبي بقاله اكتر من يمكن من سنه او سنتين. واحنا قلنا ما اعرفش هل يمكن من بيع اللاعبين الناس ما بقاش عندها طموح تمام اللي كانت موجوده عليه انبي. لكن اتمنى طبعا ان انبي بثقه المجلس في علي ماهر ان الفتره الجايه نشوف انبي يمكن في حلقه احسن من كده. شوف تمام برضه يا كابتن بلال، انبي بالنسبه لنا كلنا الحقيقه علامه استفهام. معاهم مدرب جيد كابتن علي ماهر، معاهم مجموعه من اللاعبين جيدين، يعني نقدر نقول ان هم من المجموعه الجيده في الدوري العام المصري. ولكن زي ما كابتن ماهر قال اداء لم يكن جيدا، تغييرات مش عارف برضه في لغز في الموضوع. شوف كابتن علي ماهر مدرب جيد عنده افكار بيحاول ان هو يطبقها، ولكن مش كل فكر تبقى موجود معاك او كل الافكار بتاعتك تطبق مع نفس الفرقه اللي انت بتشتغل عليها. النهارده بشتغل مع سموحه غير لما بشتغل مع ام بي، غير لما بشتغل كمان غير لما بشتغل مع الاسيوطي. الموضوع مختلف من فرقه لفرقه، من امكانيات لامكانيات. كمان الموضوع مختلف لما بشتغل قدام الفرق. يعني انا برضو لما هشتغل قدام دجله مش المفترض ان انا بلعب بنفس ستايل وطريقه اللعب اللي بلعب بيها قدام الاهلي او قدام الزمالك او قدام فرقه مثلا زي الانتاج الحربي او قدام فرقه زي المصري. الطبيعي يبقى عندي شويه تنوع في اللعب. النهارده امبي بيلعب جيم مفتوح مع وادي دجله. لما تلعب جيم مفتوح مع فرقه بتلعب كره هتخسر، ده وضع طبيعي في قانون كره القدم. لما بتلعب جيم مفتوح مع فرقه اصلا هي بتلعب كره وبتعتمد على المساحات والبساط والشغل التكتيكي هتخسر الماتش. عشان كده ده اللي حصل مع وادي دجله. وادي دجله كل الفرق اللي كسبته كانت كلها بتقفل بشكل كويس قوي وبتلعب على الكاونتر اتاك وبتضغط من الحته اللي قدام زي ما اتكلمت من شويه عشان تقدر تكسبهم. لان هم دايما هم بيحاولوا ان هم يلعبوك على طريقتهم، بيحاولوا يمشوا الجيم بالطريقه اللي هم عايزينها. وادي دجله ان هو يفتح الجيم معاك فتفتح الجيم فيستغل السرعات اللي موجوده عنده، برغم ان في عنده طيارات. بالظبط، يستغل السرعات. النهارده ممكن يكسب ام بي 6 او 5، النهارده يمكن بيروح يوصلوا الجون ويرجع ويوصل الجون ويرجع. يعني النهارده مثلا لعيبه ابراهيم انضاي النهارده ثلاث انفرادات بيوصل الجون ويرجع تاني، عايز رقص واحد اثنين وبعدين يرجع لورا تاني يبتدي يحضروا تاني. يعني مش عايز اقول ان هم بيعملوا يعني اخر ربع ساعه بيشتغلوا استحواذ سلبي، عايزين الكره من رجل لرجل بس. لان النهارده كابتن علي ماهر يعني الهدف الاول جه من ناحيه اليمين، نفس طريقه الهدف الثاني برده جت بنفس الطريقه. طالما انا عندي مشكله في الحته دي الباك ليفت لازم يبقى في تقفيل، لازم اقفل عليها بشكل كويس جدا. ما ينفعش ان انا بسيب المساحات لفرقه عندها سرعات، صعب جدا. النهارده دجله كل الهجمات اللي راحت بيها هي استغلال للمساحات اللي موجوده في ظهر لعيبه انبي. كل كرات الخطر اللي راح بيها هي برده استغلال للمساحات اللي موجوده في في في, في ظهر لعيبه انبي، سواء اذا كان الاثنين السنتر باكس او الاثنين الباكين. يمكن الهدف الاول كربون اتلعبت من ناحيه اليمين راحت ناحيه الشمال،
حسام عرفات فاضي لوحده تماما، التغطيه مش موجوده من الباك رايت العكسي، برده الجول الثاني نفس الطريقه، لعبت الكره عرضيه برده التغطيه مش موجوده، فبالتالي قدر الدجل ان هو يسجل الهدفين ويستحوذ بشكل كبير جدا على الشوط الثاني. امبي اضاع بعض الفرص الشوط الاول لانه امبي عنده كوره، لكن امبي للاسف في الحته اللي قدام دي السرعات مش موجوده، السرعات اللي موجوده في الحته اللي قدام مع المهارات الفرديه مش عاليه قوي. النهارده كان احمد رفعت مميز شويه، ولكن بيلعب على طرف الملعب، ما بيدخلش القلب غير في بعض الحالات الصغيره او القليله، لكن الاربعه اللي موجودين قدام سواء اذا كان لوكومبي ومحمود قعود واحمد رفعت، الثلاثه مش مميزين في الحته اللي قدام، حته الفينش عندهم محتاجه شغل كتير جدا من كابتن علي ماهر. عشان كده امبي النهارده بنشوفه في يمكن في ترتيب ال 18، وده وضع صعب بالنسبه لامبي. مش عايز اقول بقى بيع وشراء ولاعيبه، لكن عايز اقول ان امبي عليه ان هو يعترف انه في الترتيب ال 18، عليه يعترف ان هو في المركز الاخير. برافو عليك. حته الكره يعني طريقه اللعب اللي بيلعبها كابتن علي ماهر لازم تتغير، لازم ابتدي العب على امكانيات اللعيبه اللي موجوده او الحاله اللي موجوده عليها اللعيبه. مش هنتكلم على الامكانيات، هنتكلم على الحاله يا اسلام. انا حاله اللعيبه اللي عندي مش مؤهله ان هي تلعب جيم مفتوح مع اي فرقه، الامكانيات مش موجوده، مش مساعداني، او الحاله الفنيه في الوقت الحالي او النفسيه مش مؤهله بالنسبه لي، فلازم العب جيم مقفول مع كل الفرق واستغل المهارات الفرديه اللي موجوده قدام، او اشتغل على الشغل التكتيكي بتاع الكرات الثابته او مثلا بعض الفرص اللي بتتاح لامبي عشان يقدر ان هو يخط المنطقه دي. الامور مش بعيده على امبي، علي ماهر مدرب جيد يقدر يرجع. انت بتتكلم النهارده علي ماهر 21 نقطه، وبتتكلم العاشر عنده 27، يعني ماتشين، الامور مش بعيده، يعني ست نقط مش كتير ان هو يخطها. يعني علي ماهر لو كسب المباراه الجايه هيبقى 24 نقطه، هيعدي الثلاثه اللي موجودين قدامه. فبالتالي امبي لازم يغير من طريقه اللعب. علي ماهر اعتقد ان هو يعني بعد اللي حصل في مباراه النهارده هيبتدي يغير من افكاره، هيبتدي يعرف ان هو مع فرقه في خطر على فرقه امبي، هيبتدي يغير من طريقه اللعب، وده المطلوب الفتره اللي جايه. مش عيب ان انا اكون في موقف خطر، العيب ان انا استمر بنفس الطريقه. تمام. هنتكلم بقى، واتكلمنا خلاص عن الثلاث مباريات اللي اتلعبوا النهارده في الاسبوع ال 25، خلينا نطلع نشوف تقرير عن اهم استعدادات النادي الاهلي. واول ما هنرجع هقول لحضراتكم قائمه النادي الاهلي في لمباراه غدا ان شاء الله التي اعلنها لاسارتي منذ قليل، هقول لكم ايه هي القائمه، ولكن نطلع نشوف هذا التقرير عن اهم استعدادات النادي الاهلي لمباراته امام بتروجيت غدا ان شاء الله. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى بعد هذا التقرير عن اهم استعدادات النادي الاهلي. خلينا نقول لحضراتكم قائمه النادي الاهلي لمباراه غدا ان شاء الله، وتشهد مفاجاتين جميلتين لكل جمهور النادي الاهلي. في حراسه المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي واحمد طارق، ده حراسة المرمى. أما في خط الدفاع محمد هاني وياسر إبراهيم وأيمن أشرف ورامي ربيعة وعلي معلول، والنجم الكبير أحمد فتحي عود حميد أو عود أحمد يا أحمد فتحي. الحقيقة الناس كلها مستنية تشوف ماذا سيفعل أحمد فتحي، قيمة كبيرة وإضافة كبيرة جدا لتيم النادي الأهلي أو لفريق النادي الأهلي. أما في خط الوسط هشام محمد وكريم نيدفيد ورمضان صبحي وحسين الشحات وناصر ماهر وحمدي فتحي. أما في خط الهجوم مروان محسن وصلاح محسن وجونيور اجاي وجيرالدو دا كوستا، والنجم الكبير ايضا وليد ازارو، وعوده وليد ازارو ايضا بتمثل اضافه كبيره جدا جدا للنادي الاهلي. اذا عوده احمد فتحي، عوده وليد ازارو. بس قبل ما اخذ راي الكباتن في قائمه النادي الاهلي، عايز اقول لحضراتكم ان اكرامي النهارده كان بيخضع لفحص مكثف تحت اشراف الهيئه الطبيه المكونه طبعا من برئاسه الدكتور احمد عبد العزيز، للوقوف على اهم تطورات اللاعب. زي ما قلت لحضراتكم او زي ما قلنا لحضراتكم خلال الفتره اللي فاتت، ان تم انشاء هيئه طبيه للاشراف على كل اصابات لاعبي النادي الاهلي. النهارده كانت البدايه، هذه الهيئه شافت شريف اكرامي بقى من اول صوابع رجليه لغايه شعر راسه زي ما بيقولوا، وان شاء الله تبقى حاجه كويسه جدا جدا خلال الفتره الجايه، ويعود اكرامي شريف اكرامي سريعا الى فريق النادي الاهلي مره اخرى. ولاسارتي كان بيطمن على شريف اكرامي. كابتن ابراهيم، قائمه مجموعه جيده جدا من اللاعبين في النادي الاهلي لمباراه غدا، ومفاجاتين الحقيقه حلوين لجمهور النادي الاهلي احمد فتحي ووليد ازهر. الحمد لله المستشفى ابتدى العدد يقل شويه. نعم. لو اي نادي في مصر في الدوري العام كان حصل له كميه الاصابات اللي حصلت للاعيبه النادي الاهلي، ما كانش يقدر يوصل للمركز اللي النادي الاهلي فيه دلوقتي. عوده اللعيبه وليد ازار واحمد فتحي اضافه اكثر من رائعه،
ونتمنى ان شاء الله باذن الله الايام اللي جايه وليد سليمان يدخل يدخل معاهم كمان، يطلع من المستشفى ويدخل، لان دي هتبقى اضافه اكثر من قويه كمان لخط وسط النادي الاهلي. طبعا شريف اكرامي الف لا باس عليك، ونتمنى لك ان شاء الله باذن الله الشفاء في اقرب وقت ان شاء الله ترجع لناديك وترجع تحرس العظيم ان شاء الله باذن الله. كابتن ماهر، يعني هل تفتكر بعودة المصابين وطبعا هيمثلوا إضافة وكل حاجة، ولكن هل هناك هتبقى في مشكلة بالنسبة للاسارتي في اختياراته للتشكيل، ولا برضو هيظل بالتشكيل الثابت اللي هو عودنا عليه خلال الفترة اللي فاتت؟ هو عودة المصابين يا إسلام بتدينا ثقة، بتدي جمهور النادي الأهلي ثقة واللاعبين ثقة بشكل كبير جدا. زي ما أنت قلت يعني إحنا عندنا عودة أحمد فتحي، يا رب إن شاء الله بإذن الله يعني عودة حميدة وتبقى اخر الاصابات يا احمد. وطبعا وليد ازارو القوه الضاربه في الحته الهجوميه اللي احنا يعني بنحتاجها بشكل كبير جدا خلال الفتره اللي جايه في احراز الاهداف. عايز اقول لك ان هو الراجل عنده تثبيت، خلاص احنا بنثبت التشكيل، ومن خلال تثبيت التشكيل ده بيبدا في الشوط الاولاني اللي بيلجا ليه بقى لصارتي الثقه المتبادله اللي بينه وبين اللاعبين والحاله النفسيه المرضيه للجهاز الفني واللاعبين خلال هذه الفترة، ان الشوط الثاني بيبقى عنده هو حسب مسار المباراة، محتاج إضافة هجومية بيبدأ يضيف الجانب الهجومي، محتاج تنظيف في نص الملعب بيقدر يزود لعيبة من لعيبة نص الملعب اللي بيعملوا لنا إضافة بشكل كبير جدا، ويمكن على رأسهم كريم نيدفيد. احنا شفنا يمكن في مباراة الجونة الأخيرة ان التغييرات اللي عملها لصارتي في اخر 25 دقيقه اسلام او من بدايه الشوط الثاني اثرت بشكل كبير جدا، ورجعت المباراه للنادي الاهلي مره ثانيه. الهدف الجميل اللي احرزه يمكن كريم نيدفيد، وبعد كده يمكن ناصر ماهر الهدف الثاني. عوده يمكن مروان محسن للشوط الثاني يمكن كانت اضافه بالنسبه للشق الهجومي. عايز اقول لك ان احنا اسلام الفتره اللي جايه محتاجين الثلاث نقاط، واحنا كنا قلنا اكتر من مره من خلال الاستوديو التحليلي ان احنا المباراه القادمه بالنسبه للنادي الاهلي مباراه كؤوس، لان احنا عارفين اهدافنا اللي احنا بنسعى اليها هي درع الدوري العام، والجزء الثاني ان احنا نعلو طبعا جدول المسابقه، يبقى في منافسه بيننا وبين الثلاثي اللي موجود نادي الزمالك وبيراميدز في خلال الفتره القادمه. عايز اقول لك ان ثبات التشكيل هو اللي ادانا خلال الفتره اللي فاتت الشكل المهاري والاداء التكتيكي والجمل التكتيكيه اللي خصوصا في الشوط الثاني اللي بيقوم بيها لعيبه النادي الاهلي وبنتميز بيها. عايز اقول لك ان الدقيقه 90 هي خلاص بقت الشعار، شعار النادي الاهلي في الاوقات الحرجه اللي احنا بنلجا ليه، واحنا زي ما بنشوف لحد الدقيقه 90 لعبتنا بتلعب لاخر دقيقه وبنقدر نسجل من خلالها. عايز اقول لك المنافسه كمان بعوده النجوم الكبار هيبقى في منافسه شريفه بين اللاعبين، يعني كل واحد دلوقتي بيفكر ان هو يحافظ على المكانه اللي فيه، لان في نجم قادم ونجم مؤثر وعنده خبرات بشكل كبير. عايز اقول لك ان بتروجيت مباراه بثلاث نقاط، يمكن احمد عوده بعد المباراه السابقه يمكن اسلام اشتكى نفس الشكوى اللي احنا وقعنا فيها او كنا بنشتكيها، ان عنده اجهاد وعنده اصابات. محمد عوده مدرب بتروجيت، انا بحيي طبعا على ادائه مع بتروجيت في الفتره السابقه، لكن عايز اقول لك ان هو بيلعب شكواه انه بيلعب كل 72 ساعه. طب ما هو ده حال النادي الاهلي النهارده، كل المدربين بيقول لك عندنا اجهاد وعندنا اصابات وعندنا سفر، ما هو ده الكلام اللي النادي الاهلي بقاله اكتر من 3 4 اشهر وما بنتكلمش، لكن بنشتغل عشان نوصل ل زي ما قلت لك الهدف اللي احنا بنسعى ليه وهو الدوري. كابتن بلال، يعني هل تفتكر بقى في ظل نجوم 20 نجم الحقيقه في قائمه النادي الاهلي، من وجهه نظرك هل سيبدا بنفس التشكيل اللي هو كالعاده، يعني هو بيلعب بشكل ثابت الا في حاله استثنائيه خروج اصابه خروج انذار خروج حاجه، ولكن هو دايما بيلعب بشكل ثابت مستر مارتن لاسارت. هل تفتكر انه ممكن بكره مباراه بكره يكون فيها تغيير، وهل اليومين اللي خدهم النادي الاهلي يوم 26 و27 هل تفتكر ان هم هيفرقوا اليومين الاجازه، يعني هل يفرقوا بشكل ايجابي مع النادي الاهلي في هذه المباراه ولا لا؟ طيب خليني ابتدي معاك يا بن، هو يعني عايز ابارك لسارتي ان اول مره نشوف قائمه فيها خمس فراوده
خمس مهاجمين كويسه اللحظه دي. طول السنه بنتفرج على مهاجم او واحد بيلعب في نص ملعب يطلع يلعب. الراجل النهارده يعني افترى. لكن بالظبط، لكن كون النهارده يبقى موجود مروان ووليد وصلاح واجاييه وجيرالدو، خمس مهاجمين، ده معناه خد بالك يعني خلي بالك اجاييه برضو يعني ماشي يعني تحسبه بس موجود في القايمه ما كملش التمرين. بقول لك هو اجاييه النهارده يعني تحسبا لاي شيء اعتقد ان هو لو اجاييه سليم 100% ما اعتقدش ان هو كان خسر خمسه. لا بس يعني دي يعني حاجه حلوه بصراحه، حاجه حلوه جدا. طبعا عايز تتبخر وده يدل خد بالك ان الراجل ببعد العيب بس بقول لك عايز تتبخر. الراجل بيفكر فكر هجومي يعني الراجل بيفكر يهاجم، عايز يكسب، اللي دايما عايز يكسب. يبقى دكه البدلاء بالنسبه له كمان بتبقى في الغالب ويبقى ناس امكانياتها الهجوميه اكبر بكتير يعني. يعني احنا في الوقت اللي قبل كده كنا مضطرين انك انت تحط لعيبه بتلعب في نص ملعب وبعدين تدور لهم على مكان قدام وبعدين يا ترى مين اللي هيلعب ناحيه اليمين مين اللي هيلعب ناحيه الشمال. النهارده ما شاء الله في خمسه امكانياتهم الهجوميه عاليه جدا. مروان الماتش اللي فات اعتقد معنويا هتفرق معاه بشكل كبير جدا، وليد ازار وعوده ثانيه الحمد لله بالسلامه يعني، صلاح محسن برده رجوع ثاني، جيرو اجاي يعني متالق الفتره اللي فاتت، وجيرالدو طبعا متالق بشكل كبير. النادي الاهلي المباراه بتاعت بكره المباراه ممكن تكون صعبه شويه، صعبه لان الخصم ابتدى يفوق برده بالك يعني بتروجيت ابتدى يفوق يكسب او كسب الماتش اللي فات، كسب الماتش اللي قبليه ابتدى الحل خسر الجونه خسر الجونه اهو 2-1 من الجونه اول ما كابتن عوده طلع قال لك عندي اجهاد المباراة الماضيه عنده جاد زي الاهلي. فعايز اقول هي مباراه صعبه اكيد طبعا يعني. بص كل مباراه هيلعبها النادي الاهلي هي مباراه صعبه تمام، كل مباراه هيلعبها مستر ريسارت مباراه صعبه. النهارده التشكيل ممكن ما يتغيرش، لو جيرون اجي سليم لا ممكن هيلعب، مش سليم اكيد هيلعب حد مكانه اكيد يعني. ولكن ثبات التشكيل من اهم المميزات اللي بيعتمد عليها مستر ريسارت، هو بيعتمد على ثبات التشكيل. يعني في وقت من الاوقات اعترضنا، كنا بنعترض شويه مش بنعترض، كنا بندي كومنتس شويه هشام محمد جنب بيلعب جنب كريم نيدفيد او كريم نيدفيد بيخرج بره ليه، ولكن واضح ان الراجل عنده رؤيه مين اللي بيلعب جنب مين في الملعب. هم دول لو الحاله الفنيه مستقره، لو هم عندهم انسجام في الملعب حتى لو واحد اقل من واحد بشويه لا هيلعب. ودي الحاله اللي بيعتمد عليها مستر ليسارت. يعني انا في بعض المدربين يقول لك ايه، طالما فنيا الاثنين يعني مرتاحين مع بعض في الملعب منسجمين مع بعض في الملعب بالظبط والفرقه بتكسب وبتلعب بشكل كويس، خلاص يبقى انا هابخي على الموجودين دول حتى لو كان اللي بره اعلى. يعني في اوقات لما تعمل تغيير يا اسلام تلخبط في شكل التيم، تلخبط في شكل الاداء بتاعك، حتى لو بتحط واحد اعلى فنيا من واحد، يعني بتكلم على كل الفرق مش بس النادي الاهلي. فواضح ان مستر ليسارت من المدرسه دي، انا بحط اثنين بيلعبوا في نص ملعب او اثنين بيلعبوا في اي مكان جنب بعض، هم دول منسجمين مع بعض شويه، هي دي الفكره بتاعه. فما اعتقدش ان هو هيغير كتير في التشكيل، هو بس الفكره كلها عنده لما بيحس بالاجهاد، ودي النقطه الايجابيه اللي حصلت في اليومين اللي راح اللي خدهم النادي الاهلي، لما بيحس بالاجهاد بيحاول ان هو يغير اللعيبه تحسبا ان ما يكونش في اصابات. النادي الاهلي اعتقد انه واقف على رجله بشكل كويس قوي، اللياقه البدنيه عند اللعيبه جيده جدا. الاهلي ابتدى يعني يخالف في الامور اللي كانت قبل كده انه بيلعب الشوط الاول والشوط الثاني ما بيلعبش، لا احنا شفنا الشوط الثاني اللي فات مميز جدا بالنسبه للنادي الاهلي. النادي الاهلي هدفين في الدي، يمكن هدف الهدف الاخير يمكن في الدقيقه 91 تقريبا او الدقيقه 90. فالنادي الاهلي لا ابتدى يتغير بشكل كبير، يتغير بدنيا يتغير فنيا، اللعيبه ابتدت تاخد ثقه عارفه التارجت بتاعها، ابتديت كمان تزق على حته البطوله. انا بلعب بشتغل على بطوله دلوقتي، بادي اداء البطوله مش بادي اداء بس المكسب. انا في فرق بين ان انا بلعب عشان اكسب وفرق ان انا بلعب على بطوله. النهارده التارجت اللي بقى عند اللعيبه هو تارجت البطوله، خلاص انا بحط بزق وبحط ضغط وبحط بريشر على نادي الزمالك وبشتغل ورا عشان انا هدف البطوله. انت عندك مباراه مع نادي الزمالك، عندك مباراه ثانيه مع بيراميدز الدور الثاني، هم دول المنافسين الاقوى بالنسبه لك. اعتقد لو الاهلي كسب وهو ماشي في التراك ده بشكل كويس جدا، الاهلي البطوله هتكون للنادي الاهلي. فاليومين الراحه دول اكيد يفرقوا كتير جدا مع مستر ليسارت كمان عشان يقدر يحط التكتيك بتاعه. المدير الفني بيبقى في احتياج ليوم او اتنين زياده عشان يقدر يحط التصور بتاعه داخل الملعب. في حاجات المدير الفني ما بيقدرش يغيرها الا اذا كان عنده وقت. يعني انت لما تلعب كل 3 4 ايام مباراه بيبقى صعب جدا انك تغير، صعب جدا انك تحط تكتيك جديد، صعب جدا ان انت تقول للعيبه تغير من افكارها داخل الملعب. لكن لما بيبقى عندي وقت لا بيبقى سهل عليا ان انا اشتغل، سهل ان انا ممكن اغير في التكتيك بتاعي، سهل ان انا ممكن اغير في بعض اداء اللعيبه او اديهم
مهام زياده داخل الملعب، عشان كده بقول ان اليومين اللي فاتوا دول اعتقد انهم هيفرقوا في مباراه بكره بشكل كبير. يعني نتمنى يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا كابتن ابراهيم على وجودك. انا متشكر كابتن على الصحبه الجميله. شكرا جزيلا ايضا، اشكرك جدا على وجودك معانا النهارده. اشكرك يا بلال على وجودك معانا النهارده. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. ان شاء الله بكره عندنا مباراه النادي الاهلي ونادي بتروجيت، هنكون مع حضراتكم هنا في استوديو او في ملعب الاهلي في تمام الساعه الخامسه. هنقول لحضراتكم كل ما يحدث ما قبل المباراه، هجيب لحضراتكم كل الارقام وارقام اللاعبين وكل شيء فيما يخص هذه المباراه. انتظرونا غدا وحلقه هامه جدا ومباراه هامه جدا، مباراه النادي الاهلي ونادي بتروجيت، فانتظرونا غدا في تمام الساعه الخامسه. اشكركم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.